مسرحية اليوم الدور ديالي في بيضاء في مسرحية كلام اللي لإخراج اسماعيل بوقاسم وتأليف ديالو والحاج الطالعي إخراج تقبل الدور ديال بيضاء اللي هو كيهضر بزاف على ظواهر اللي واقعين حنا الآن حاليا في المجتمع العربي. هي بيضاء هي كان غير واحد دور بسيط بالنسبة لي أنا كان حسيت بيه كنهضر فيه على شي حاجه اللي قيساني اللي كنشوفوها اللي كنعيشوها في هذا المجتمع وحنا صامتين عليها. كتقيس الانسان العربي اللي هو كيلعب دور جلو عباس. بيضاء هي غير كتحاول تجبد اشنو كيوقع في هذا العباس اللي هو الانسان العربي اللي فهم المساج راه طويل. كتحاول تثبت بانها لعبات بزاف الحوادث اللي كتلعب عليهم القوانين اللي كاينين حاليا وبزاف الاشكالات اللي كاينين دابا. والدور ديالي فاش قريت المسرحيه تمتعت بها قبل ما نتمتع بها الناس، تمتعت بالدور بزاف ككتابه ككلمات. الاول مره كنلعب الدور وفرحانه بزاف حيت لعبته، وكنتمنى كاع الناس اللي كانوا هنايا يكونوا فرحانين حيت شافوا هذا الدور وعجبهم وتمتعوا به معايا حيت انا تمتعت وكنتمنى نكون متعت الناس. المسرحيه هي من تاليف الكاتب الكبير اسماعيل بوقاسم واخراج المخرج العظيم بشعيب طالعي، وكما لاحظتوا في التقديم التشخيص حسن عين حياه، علي علاوي، وفاء العصادي، وبشرى مصطري، وتقنيين الى غير ذلك. ومعنا في المحافظه العامه سي توفيق سرحان. المسرحيه كتحدث في الظاهر ديالها على قصه ديال الرجل وامراه عباس وبيضاء اللي هما دائما عندهم واحد العلاقه حميميه ماشي شرعيه، كتمر في واحد البيت ودائما كل ما وصلوا واحد المستوى ديال التماله كتقفز الى ذهنهم بعض القصص اللي هي قصص تراجيديه. قصه بيضاء اللي انها ولدت واحد الولد غير شرعي وكتبغيش انها تذكره، وفي كل ما كتوصل لمرحله ديال التماله كتذكره، وعباس ما كيبغيش هذاك التذكر لانه كيفسد عليه الليله ديالو. وكاين عباس اللي تم اغتصاب ابنته في حانه من الحانات ديال المدينه، وهذا الشيء كله غير وهم، وكيتم الاعتقال عن وهم. المسرحيه هذا الظاهر ديالها، اما الباطن ديالها فهي كتحكي معاناه الانسان العربي عبر مراحل تطوره من بدايته الى الان. يعني في المراحل ديال الازدهار ديال الانسان العربي في مجده من الامويين الى العباسيين مرورا بالعثمانيين الى الان، المستوى اللي كان وصل الى مستوى الانحطاط والاندحار. وهذه المسرحيه يعني هي مسرحيه كتعتمد على الرمز اكثر من ما تعتمد على المباشر، وتعتمد على النص. النص قوه النص هي اللي كتعطي لهذه المسرحيه التميز من غير الاداء والتشخيص اللي هما كيترجموا الرؤيه ديال كيترجموا الفكره ديال النص ورؤيه المخرج. بمعنى هذا نص مليء بالايحاءات، مليء بالتاويلات، الاسقاطات فيه غزيره جدا. والجميل كما رايت هو انه جمهور الجديده، يعني كانت القاعه كانت عامره في وقت اللي كاين عزوف على الجمهور. حنا عرضنا في بعض المسارح اللي كانت مسارح يعني الجمهور قليل شيئا ما، لكن مسرح عفيفي بالجديده الممتلئ عن اخره والجمهور كيبقى حتى لاخر لحظه. هذا العرض المسرحي اللي بعنوان كلام العين هو من تقديم فرقه فضاء القريه للاداء، وهذا العمل هذا هو من تاليف الاستاذ اسماعيل بوقاسم واخراج الاستاذ شعيب طالعي وتشخيص نخبه من الممثلين المغاربه. وكنتمناو انه يكون نال الجمهور، هذا الجمهور الشغوف اللي حضر بكثافه وكان مبهجا، وانا شخصيا كممثل استمتعت كثيرا بهذا البريق وهذا الاشعاع ديال الجمهور الدكالي الرائع والعجيب والجميل. بالنسبه للعمل المسرحي انا كنأدي فيه واحد جوج الادوار، كنأدي الدور الاول ديال الجلاد اللي كنسلطو الضوء في هذا المشهد ديال الجلاد من خلال شخصية عباس، كنسلطو فيه على ما تعرض له بعض المناضلين في سنوات الرصاص، وهذا واقع يعني، وهذا واقع. والمغرب اللي جميل في دولة بحال المغرب هي دولة عريقة للتاريخ ديالها يفوق 12 قرن من الزمن، أن تصالحات مع هذا الماضي، مع هذا الماضي اللي فيه نوع من الألم، ولكن في هذا المطاف كيبقى ماضي، وتصالحنا معاه بواحد الوعي والإرادة
وبشموخ يعني لكي نتقدم الى الامام ولكي نستجلب لوطننا الحبيب مزيد من الاراده الحره لكي نعبر كما نريد وكما نشاء. بالمناسبه هذا دليل كافي وجميل على ان العرض خرجنا في عرض كلام الليل، كان عرض صراحه جميل جدا مع كلام الستين اللي كنعرفوهم وتفرجنا وعاودنا في الغرض ديالهم، وكان لحظات مشاهد اللي تفاعلنا معاهم، تفاعل معاهم الجمهور، ومشاهد مرات تراجيديا ومرات كوميديا، وكانت كذلك لغة عربية فصحى، وكذلك مرة لاحظنا اللغة الدارجة كانت في العرض مع ديكور جميل جدا، وملابس ممثلين كانت متنوعة ما بين كلاسيكية وملابس قديمة، لعبوا كذلك على مشاهد السجن، مشاهد إثارة، مشاهد مشوقة جدا. نتمنى أن مثل هذه المسرحيات كل يوم في مدينتنا الجديدة في مسرح عفيفي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.